يقول: كنت في يوم من الأيام هنا في أرض المملكة، زعلت من زميل لي في العمل، وكنت في هذه اللحظة لا أدري ماذا أقول من شدة الغضب، فتسرعت وحلفت وقلت: علي بالطلاق بالثلاثة، لا أدخل غرفتك هذه مرة أخرى. وبعد ذلك جاءني بعض الزملاء وأفتوني وقالوا لي: طالما زوجتك لم ولا تسمع منك كلمة الطلاق هذا لا يعتبر طلاق، وهذا يعتبر حلفا بالله وله كفارة أيام 3 أيام، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ علما بأنني وقعت في الطلاق كما قلت، وما هي الكفارة الصحيحة؟ مع العلم بأني لم أدخل بزوجتي ولم يتم لي الزفاف عليها، فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خير. ما دمت لم تدخل بها وإنما طلقتها بعد العقد وقبل الدخول، فإنها تكون قد بانت منك، تكون قد بانت منك ولا تحل لك وليس لك عليها رجعة. هذا إذا كنت نويت إيقاع الطلاق بهذا الكلام. أما إذا كنت نويت اليمين ولم تنوي إيقاع الطلاق، فهذا لا بد أن تحضر عند أحد العلماء وتذكر له حالتك، وهذا العالم الذي ستحضر إليه اتخذ الإجراءات اللازمة إن شاء الله نحو هذا العمل. الحاصل أن هذا طلاق قبل الدخول، فإذا كنت نويت إيقاع الطلاق فإنها تكون قد بانت منك، وإذا كنت نويت اليمين فكما ذكرت لك لا بد من حضورك عند أحد العلماء المعتمدين للفتوى في طرفكم، وهو يتخذ الإجراء اللازم إن شاء الله.